تشكل نظرة الإنسان لنفسه ولجسمه عاملا أساسيا في تعزيز ثقته بنفسه. غير أن الشكل الخارجي ليس العامل الوحيد في هذا المضمار، بل هناك طرق وأساليب عديدة يمكنها زيادة الثقة بالنفس. نتابع. الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عاما و 54 عاما في المملكة المتحدة البريطانية صرحوا بأنهم لا يشعرون بالثقة بمظهرهم. هذا أبرز ما توصلت إليه دراسة صدرت مؤخرا عن شركة سانسس وايد المتخصصة بإجراء الأبحاث. وعند التطرق إلى الفروقات بين الجنسين تبين أن 85% من النساء لا يعتقدن أنهن جذابات، و 60% من الرجال غير واثقين من قدرتهم على القيام بأعمالهم. تقترح الدراسة عددا من التوصيات الكفيلة بتعزيز الثقة بالنفس، ومنها عدم مقارنة الشخص بغيره من الأشخاص، المحافظة على نظام غذائي سليم، ممارسة النشاطات البدنية باستمرار، تشجيع الأشخاص للإدلاء بعبارات لتحفيز أنفسهم، مواجهة المخاوف الذاتية، وتحديد الأهداف الشخصية على المدين القصير والبعيد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الخبير والمعالج النفسي دكتور أنس العويني. صباح الخير دكتور أنس. عسلامة، صباح الخير. أهلا وسهلا بك معنا. يعني دكتور أنس، عندما نغير في شكلنا سواء طريقة اللبس أو حتى من خلال الرياضة، ينعكس ذلك مباشرة على ثقتنا بأنفسنا. ما الرابط بين المظهر الخارجي والثقة بالنفس؟ نعم، هناك رابط كبير بين المظهر الخارجي والثقة بالنفس، بما أننا أجسام، بما أن لدينا صورة اجتماعية، بما أن لدينا صورة نتنقل بها بين الناس، بما أن هناك انطباعات نأخذها من نظرات الناس إلينا، من معاملات الناس معنا، وهي تعود بالأساس إلى مظهرنا الخارجي. الناس لا يستطيعون أن يحكموا علينا يعني بما لا يعرفوه، يحكمون فقط بالظاهر. ظهر الإنسان مهم جدا، صورة الإنسان قد تظهر مستواها المهني، قد تظهر مستواه المادي والاجتماعي، قد تظهر كذلك في بعض الأحيان حتى المستوى العلمي في بعض الكليات وفي بعض المناصب المعينة، قد تميز يعني لباس معين وشكل معين قد يميز الشخص. الشكل الرياضي ربما قد يميز اعتناء الشخص بنفسه، قد يعطي انطباع على جماله، على قدراته الجذابة حتى من ناحية العلاقات العاطفية، وهذا قد يظهر له مكانة اجتماعية مرموقة، قد يجذب انطباعات حسنة ويعني ونظرات تقييمية إيجابية نحوه. دكتور، ولكن كيف يمكن أن تلعب سمات المظهر الخارجي دورا في تكوين شخصياتنا؟ هي بطبيعة الحال بالأساس هي صفة في الإنسان. هناك أشخاص يعتنون بأجسامهم، بمظهرهم الخارجي، يعتنون بلباسهم، يكونون يعني شديدي الانتباه لهذه الأشياء، يتبعون ربما بعض يعني البروتوكولات الاجتماعية في الثياب، في كل مكان يرتدون ثياب معينة، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى الثقافة، يعود إلى التنشئة، يعود إلى المحيط الاجتماعي. هذا المظهر وهذا الشكل يعود على الإنسان يعني براحة نفسية، يشعر وكأنه يعني يعني له قدرات وله إمكانيات، يعطيه تعزيز كبير في ثقته بنفسه، وثقة بالنفس هي التي ستلعب دور رئيسي في نجاحه الاجتماعي وفي نجاحه المهني وحتى في إنشاء علاقات عاطفية. أشار التقرير إلى أن تدني نسبة الثقة بالنفس لدى غالبية البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عاما، ما الأسباب وراء تدني الثقة بالنفس لدى هذه الشريحة العمرية بالتحديد؟ نعم، يعني نفس السبب في الحقيقة وهو موضوع برنامجنا، هي يعني صورة الشخص، مظهره الاجتماعي، الاعتناء الكثير بالصورة،
مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الصور بطريقة يعني كبيرة، الاعتناء بكل صورة يعني نراها، جعل من الصورة ومن المظهر الخارجي يعني تحتل مكانة أكبر وأهم من يعني من مكانتها في ثقافات أخرى وفي زمن ليس ببعيد. يعني الاعتناء بالصورة جعل من الناس تقارن أنفسهم، لأن إدراك الشخص وتقييم الشخص لشيء هو بكل بساطة عملية مقارنة، عملية مقارنة ليست واعية بل هي عملية مقارنة غير واعية، هكذا يصير التمشي في تحليل المعلومات في ذهن الإنسان. فإذا كان يشاهد العديد من الصور الجذابة والعديد من الصور الحسنة، فبطبيعة الحال سيرى من نفسه أنه ليس مؤهل وليس في هذا المستوى. دكتور عويني، وهذا يقودنا بدون شك إلى موضوع التنمر والانتقادات التي يتعرض لها الناس على شكلهم الخارجي من قبل المجتمع، وفي الغالب يدخل هؤلاء في حالة من اليأس وانعدام الثقة، فكيف يمكن مواجهة ذلك وعدم الاستسلام للتنمر؟ نعم، التنمر بصورة عامة قد يكون هناك تنمر مباشر بألفاظ أو حتى تنمر رمزي أو تنمر يعني بالنظرة فقط، وهو يمس من ذات الإنسان، وإذا يعني فقد الإنسان ثقته في نفسه لن يكون لديه حتى الكفاءة الذاتية في إنجاز المهام الموكلة له، ولن يكون له إقدام كبير على الحياة. يعود كذلك كما ذكرنا إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الذي ثبت في دراسات أنها تجعل وتؤثر على الناس يعني بشكل يعني تعزز من وتيرة التنمر عند الأشخاص. حتى نتجنب هذه النظرات، حتى نتجنب هذا التنمر وهذه الانتقادات، وحتى نتجنب حتى انتقاداتنا الداخلية الذاتية بيننا وبين أنفسنا، من المهم جدا أن لا يدخل الإنسان في مقارنات، من المهم جدا أن يتحصل الإنسان ويكسب الرضا عن ذاته، وأكثر من الرضا عن ذاته بل يكون فرحا بذاته، يكون له كل يعني الفرح والسعادة والرضا عن الذات بغض النظر عن المحيطين به، أن يفهم وأن يعتقد أن نظرات الناس وأن صورته بين الناس لا تعكس نجاحه في الحياة ولا تعكس يعني سلامته وصحته النفسية وتمتعه بحياته. في هذا السياق دكتور عويني، يعني وباختصار، ما هي الخطوات والاستراتيجيات التي يجب أن يتبعها الشخص لتعزيز الثقة بالنفس؟ بداية يعني يجب على كل شخص فينا أن يعتني بشكله، هذا طبيعي جدا، أن يعتني بمظهره، أن يعتني يعني بجسمه، أن يكون لديه جسم سليم على الأقل من الناحية الصحية. ليس من السليم أن يهمل الإنسان شكله ومظهره، لدينا صورة اجتماعية مهمة، لكن عليه ألا يعطيها كل هذه الأهمية، عليه أن يدرك أن الصورة ليست هي فقط ما يحدد ذلك. هذه بصورة أولية، أن تكون عنايته واعتناؤه بشكله في مستوى يعني متوسط متأقلم مع الحالة التي هو موجود فيها، ألا يكلف نفسه بأتعاب وربما وتكاليف مادية كبيرة من أجل جلب أنظار الناس، لكن عليه أن يقوم بعمل على ذاته، وهذا مهم جدا، بأن يكون فرحا بذاته وراضا عن ذاته، وهذا عمل ذاتي. أن يقوم بالرياضة كذلك، هذا مهم جدا. أن تكون صحبته يعني صحبة مع ناس يعني ليسوا من الناس المهتمين كثيرا يعني بالمظهر الخارجي، أن لا ينظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويعي كونها صور يعني مركبة وغير ذلك وغير حقيقية. المعالج النفسي الدكتور أنس العويني كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.